ايه الاخبار يا ناس؟ حلو، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو النهارده من كابست منبه. لقيت لعبه بتلعب فيها بعملاق، ماشي، والعملاق ده انا ما اعرفش هي ليها قصه، انا مش فاهم. فدي اللعبه وبدات المنبه. الجرافيكس لذيذه، بس الفكره انه حرفيا دي اول مهمه في اللعبه. حتى بيقول لي دلوقتي تهجم بكذا ومش عارف ايه، فبيقول لي روح على هنا واضرب وبلوك بلوك 3 مرات. طب ابلوك ازاي؟ اوكي، فلازم ابلوك 3 مرات، فماشي. اوكي، عملت بلوك 3 مرات. بعد كده ابروتش ذا تارجت. انت شايفين انا بلعب واحد عملاق ازاي؟ هو مش عملاق، هو عملاق في وسط العمالقه ولا ايه؟ انا مش فاهم الصراحه. بس انا كنت فاكر اللعبه هتبقى عامله زي اتاك اون تايتن، يعني كنت عايز اصلا اسجلها للقناه الاساسيه. ناخد ده، مين عارف ممكن تكون اصلا حلوه للقناه الاساسيه بعدين. ده انا ممكن اخد خشب. قول لي ان الخشب ده عباره عن شجره كامله، ساعتها ممكن تبقى اللعبه حلوه فعلا. اوكي، الام معدوم شويه فلازم اخلي بالي. نضرب دي. اوكي، ستومب. انا بلعب واحد اصلا اسمه روك بار. ها، ده اسم الشخصيه. ادمر الكريتس ازاي؟ وبيقول لي دمر الكريتس ازاي. اوكي، مع ان غريبه، مع ان الستومب ما اشتغلتش. ولا لازم اكون هنا عشان الستومب تشتغل؟ لحظه كده. هو كان عايز نقف في النص. ماشي ماشي ماشي، اوكي. ابروتش تارجت. في حاجه كمان عايزين اهي، في لحمه هنا. بنهيل باللحمه ولا ايه؟ بص شكلها عامل ازاي يا جماعه. اوكي، نروح للحمه. تيك اند ايت. ناخد ناخد ناخد، ما ينفعش ناخد تاني. طب ازاي بقى اشوف الانفنتوري؟ ايت شمال او يمين، سوري. اكلنا لحمه. اوكي ماشي، المفروض ان اللي بيكلمني ده بشر عادي وانا اسمي روك بار، والبشر العادي ده جايبني بلعب في حلبه عشان اضرب ناس واهزم الناس، فاهمين؟ يعني بقول لكم لعبه غريبه قوي، لعبه غريبه قوي 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 بجد. اوكي، المفروض انا اروح دلوقتي اتخانق مع ناس. ما ينفعش اجري. تشارج. هو اهو. اوكي، يا لهوي كمية جمهور، ايه الحوار ده؟ يا نهار ابيض، ايه الكلام ده كله؟ اوكي، ده بيبقى فيه جاينت عملاق وحد راكب فوقيه. بصوا، ده في واحد فوق داني. ايه ده احنا عمالقه بجد يا جماعه. بص الراجل على كتفي ده عامل ازاي؟ ماشي. اوكي، يعني المفروض عملاق بيحارب عملاق، ماشي، ده صراع العمالقه. اوكي، صديت ضده. ماشي، نصد. نضرب. نضرب. هو هيضرب. اوكي، تشارج. ازاي تشارج؟ ازاي تشارج؟ هو مطلعين لي الزراير بالكيبورد، فاهمين؟ لو عملوها تاني بقى بعملها. هتضرب؟ اضرب يا عم. اوكي، اي. دي بتأذيه جامد. ستومب. ايوه، ازاي تشارج؟ مش كنا بنتشارج كده؟ هزمته. اوكي، دمرناه كده. هو احنا كده هنبقى احرار ولا ايه؟ ده باتل رويال يا عم. اوكي، المفروض اتخانق مع دول يعني ولا ايه؟ ده ايه ده؟ في ايه؟ ده دخل اديها له في وشه. ايه ده؟ في ايه؟ يا يابا، مالك يابا؟ اوكي، انا وهو حمير. ده بيصد يا عم. ما صدتش. مش عارف اخد الصخره دي يا عم، مش عارف اخدها ليه.
هو الو. اوكي ده جليتش ده جليتش ده جليتش. مفيش حاجه بقت شغاله. الو ما بقتش اقدر اضرب، ما بقتش اقدر اعمل اي حاجه. الو لعبه. مفيش ريستارت فروم تشيك بوينت، ريستارت ماب. هنبدا من الاول فين؟ هنبدا من الاول فين؟ بليز بليز رجاء ما تبدلنيش من اول التوتوريال. بس عايز تبدلني من اول فايت ماشي. اوكي ماشي ما عنديش مانع يلا. لا لحظه ايه ده؟ اه اوكي من هنا الحمد لله. اوكي هنعيد الفايت بس احسن ما في. ما اعرفش ليه حصل الجيتش ده، بس عارف الموضوع ان الفايت مش هيطول يعني، وممكن نعمل سكيب. وكمان الحلو كمان ان انا ممكن اتعلم كده الزرار بتاع التشارج ايه. ايه بقى ازرار التشارج بقى؟ ايوه بس ايه بقى ازرار التشارج بقى؟ لان هو اكتيفيت ريج، هو بيقول لي ار بي ال بي تو تشارج. هو ايه الزرار يا جماعه؟ مش فاهم. اللعبه مش 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 بتعلمني ليه الزراير بال بالاسمه ايه ده؟ مفيش اوبشنز يعني. اصل في زرار تحت مكتوب تشارج ماشي، اللي هو ال بي حلو، بس ال بي ما بيشتغلش مع الراجل لما بيكون واقع، فاهمين؟ شكلي هدوس ايه وخلاص بقى بعد كده. مفيش حاجه لطشه بيها؟ اوكي بيقول لي دلوقتي تشارج. ما اشتغلتش عشان انا ضربت. زينة جامد على فكره. لحظه وانا ممكن اخد دي؟ لا. تعالى يا عم عاركني يا عم. خد يا خد يا خد يا خد يا. انتوا فاهمين ان البناء ده المفروض ان هو معمول للبشر؟ ايوه بس تشارج بقى. نفسي اعرف ليه مش شغاله. اوكي هزمناه. حلو. كده هزمنا اول واحد، عايزين نهزم التاني بقى. انا عملت حاجه، انا عملت ريج. ضيعت تقريبا على الفاضي تقريبا. اه بصوا على الشمال في حاجه بتقل. يلا. اوكي. اديله. ايه 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 مش هسكت لك. هو انا عملت باري؟ لحظه كده اضرب كده. واضح ان في باري تقريبا وبتخليني اعمل دمج اكتر. شايفين؟ اوكي تشارج اي. ايه ده؟ دول هيبعتوا لي واحد تاني. هيبعتوا لي حد تاني يضربني يا جماعه. بيقولوا لي اجري. ايه ده؟ اوكي ده التاني المفروض ان هو برضه جاي عشان يقتلني. وده بيشيل طوبه تمام. ايه ده انا اللي بشيل الطوبه. اوعى الاكشن. اوعى اوعى الدوج. انا عملت ايه بقى كده في الباب؟ مش فاهم. اوكي انا محتاج اجري. ابروتش تارجت ديستروي ذا دور. مش عارف اجري اصلا. يخرب بيته كان هيضربني. اوكي ده احنا بنحاول نهرب يا اخوانا. هي اللعبه وانكي شويه الصراحه الحق يتقال يعني، مش احسن اداء او احسن جرافيكس في العالم. اوكي ده انا المفروض اجري اصلا ماشي. اهرب اهرب. انا مش مستوعب ان ده المفروض عالم بشر. اجري اجري. في ناس تضرب عليا باسهم. اوه بص فوق. ايه الجو ده؟ اوكي عايزين ندمر دي كمان. يا نهار ابيض بشر صغيرين بصوا عاملين ازاي. اديله. كلهم ماتوا. باي. يا لهوي ده في ناس بتجري ورايا. الو. اوكي. انا ممكن اشاطهم برجلي يا عم. اكسر ده بسرعه. هي العمالقه الثانيه ما بتجريش ورايا ليه طيب؟ او ما بتجريش معايا ليه قصدي؟ ما تهرب معايا. دمر ده.
باي باي. خش من هنا. ايه ده؟ في ايه؟ The uprising continues. اوكي انت عايز ايه يعني؟ في ايه؟ مش فاهم. في ايه؟ hope for freedom prevails يعني ايه؟ قالوا اللعبه مالها؟ مش فاهم والله اللعبه عايزه مني. اوكي ده في لودنج. اوكي ماشي. انا فكرت خلصنا وانا قلت ايه ده؟ ايه ده؟ resume fatal error. طب ليه كده طيب؟ ليه كده والله؟ ليه يا عم؟ يا رب يكون لسه شغال يا رب. مش عارف ايه رايكم في اللعبه دي لغايه دلوقتي، بس هي عامه لسه ايرلي اكسس زي ما هم كاتبين كده. بيظبطوا فيها وبتاع، فربنا معاهم الصراحه. يعني فكرتها حلوه، فكرتها الصراحه لازم نعترف ان هي حلوه. اوكي. يا مسهل. يا رب نكمل بس من المطرح ما وقفنا، عشان لو هنعيد تاني هقفل الفيديو على هنا الصراحه. يعني هيكون كده ايه ده نهايه الفيديو بتاع النهارده. ايه بقى؟ ايوه انا عايز اعمل سكيب باس. جاينتس ابرايزنج. اوكي. ايه اللي حصل؟ احنا فين كده؟ يا رب نبدا من حته جديده يا رب، يا رب نبدا من حته جديده يا رب. يكون انت عملت كويك سيف فاهم؟ بعد كده قالت ايه ده فتل ايلور يا اختي؟ وراحت ماتت. اوكي. بنهرب دلوقتي؟ اجروا يا اوغاد. اجروا يا اوغاد. بقرة؟ ايه ده؟ هات البقرة. نو واي. انا ممكن اخد البقرة كلها؟ انا لما بدوس البقرة بتتحول للحمة. اوكي. هو مفيش حد اصلا بيجري ورايا، فانا مش عارف الموسيقى دي شغالة ليه، بس خلينا نمشي. انتوا بتقفلوا عليا الباب؟ ايه ده؟ في ايه؟ اوكي واضح ان انا ما ينفعش اهرب من الباب ده. وده من غنيق؟ ده كانونز. اوكي. لحظة، تقريبا التشارج هو الايه؟ اوكي عرفت التشارج ازاي يا جماعة؟ عرفت التشارج ازاي؟ تقريبا الدوج بيتشارج تقريبا. والله اعلم. انا دوست حد من غير ما اقصد. السلام عليكم، انت لسه هتلف لي؟ باي. لسه هتلف وتبص لي وبتاع. في حد خد في وشه قنبلة كانت مرمية عليا انا اصلا. زعل، والله العظيم. لف شمال. لف شمال بسرعة. اجري اجري. حلو ده، حلو ده. ماشي نيجي كده كده. والله العظيم اللعبة جامدة جدا. هي بس عشان انت بتلعب بحد بطيء لانه عملاق، فتحس ان انت بتمشي بالراحة، بس هو انت فعلا مش بتمشي بالراحة خالص. انت متخيل الخطوة عاملة ازاي؟ تقريبا هيبنا. تقريبا بنهرب. اوكي احنا عايزين دلوقتي نعدي النهر. والله العظيم اللعبه يجي منها جامد، بس يا رب يظبطوها اكتر من كده. يعني دي مش هنلعبها تاني غير لما نتاكد ان هي بقى ايه طلعت من الالي اكسس صراحه. يكونوا ظبطوها جامد زي فاكرين لعبه حكايه فار جوست اوف هيل خلصناها كلها لما انت ازاي تعمل كده؟ هات ده. ايه ده؟ اوكي عايزين ندمر البريدج قبل ما يجوا كلهم. وانا مت؟ انا مت، انا وقعت ومت. اوكي تمام. اوبسي. والله اللعبه يجي منها جامد، والله العظيم يجي منها جامد 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 يعني. ماشي يلا بينا يلا بينا. لازم اخلي بالي من الوغد ده. دوج. ذا دوج از ريل. طيب هات بقى الخشبه دي ونشم بيها على الحبل ده، ينفع؟ اوكي كده دمرنا واحد. ايوه هات هات الخشبه دي كمان واكسر. ايوه كده ماشي. ايه كمان بقى؟ عايزين حبل كمان صح؟ اوكي هات ده. هات ده قبل ما يجوا بس.
هم بيفكروا يجوا اصلا دلوقتي، شايفين عاملين ازاي هناك. احنا نعمل كده خلاص كده مش عارفه يقولي. اوكي نبعد احنا بقى. اوكي بيقول لي خلي بالك لازم نجري بسرعه عشان لو ما وصلناش للغابه بسرعه كمان شويه هيتلموا علينا زي الدبان على الكاكاو. حرفيا قال لي كده والله، ده كلامه يعني. انا شايف ان تعبير مجازي جميل الصراحه. ماشي نجري احنا بس عشان الحاجات اللي بترمي علينا دي. بس كم واحد بيضرب علينا. يا نهار ابيض. دوجي دوجي دوجي. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ستامب؟ مش فاهم اعمل ايه؟ find a way through destroy the scaffolding. اوكي هل بدور على خشب يعني؟ هدي مثلا؟ انا دمجت جامد يا ولد الذين. مش انا ممكن اعدي من هنا؟ لا ما ينفعش. هيا هدي 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 هدي. اجري. انا عايز اكل بقره او حاجه. ارمي ده كده. اوكي اجري 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 اجري. هدي كمان تاني. باي 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 باي. اوكي نعمل كده. ما جاتش. الو بتضرب. عايزين بقري. عايزين اي حاجه ناكلها. عايزين اي حاجه ناكلها. هنموت هنموت. معيز هناك اهي. معيز هناك اهي. هذا اوكي اوكي. انا هيلت انا هيلت انا هيلت انا هيلت. ما اعرفش ازاي بس هيلت. موت كل دول. هو انا ممكن اخد دي واضرب بيها الناس ولا ايه؟ استنوا كده. طيب انا محتاج اي حاجه اقدر ارميها. وانا اقدر ارمي دي؟ ما اقدرش ارمي دي. اوكي هو انا ازاي بعمل الريج؟ انا هموت بعد شويه يا جماعه. اوه اوه انا نسيت ان انا ممكن ادمر دول. اوكي دمر ده. بس كده. اوكي انا دمرت الناس اللي بتعتف عليها حاجات. ماشي دلوقتي بقى عايزين ندور على بقر ناكلها او حاجه. بس المشكله ان مفيش حاجه ناكلها دلوقتي يعني. طب عايزين حاجه نحتفها. We need something to throw والله. بدل ما انا تايه كده. طيب نعمل كده بقى. ازاي ريج ازاي ريج ازاي ريج ازاي ريج. كان في من شويه طريقه انها ريج. اه بس. بس اوعى اوعى اوعى. اوكي في بقر بقى ورا المفروض. في ناس عماله بتترمى مني اصلا. You can destroy buildings and kill units to regain health. اوكي ماشي. بس انا مش عايز اعمل ده. انا عايز اللحمه دي يا جماعه. هات الاول اللحمه دي لو سمحت. حلو. وهات اللحمه دي. حلو. اضرب لي بقى ده. اضرب ده. هات الخشبه دي. باي. اوكي احنا دلوقتي معانا الخشبه اللي احنا محتاجينها. ازاي حد تلسق؟ والله العظيم اللعبه ممتعه لدرجه ان انا ما خدتش بالي عدى وقت قد ايه. بس فعلا محتاجه تتظبط اكتر. او ممكن بقى العب شويه مع نفسي كده فيها، ولما اوصل لحته حلوه ما فيهاش بقى توتوريال وكده، اللي هو بخش بس ادبش في الناس، اعمل لكم فيديو على القناه الاساسيه منها. ممكن يبقى ممتع شويه هنشوف. المهم يعني خلينا بس نركز هنا عشان دلوقتي المفروض احاول اضرب البتاع دي صح؟
بس كل بقى بس هينا وضربنا. هدي معايا احتياط. اوه خلصنا. جود جيم والله لازم جود جيم. لعبه يجي منها ومنبه لنا لعبه يجي منها جدا ممتعه جدا جدا اسمها جاينتس ابرايزنج. اللينك بتاعها موجود تحت في الوصف اللي عايز يلعبها يعني. لو عايز تلعبها اعتقد اللينك اللي هحط لكم في الوصف اظن ممكن تدعمني منه كمان مش متاكد يعني. بس حتى لو يعني دوس عليه دوس عليه. مش هحرق حاجه خلاص. خلوني اقفل ده واتمنى يكون الفيديو عجبكم. عجبكم تعمل لايك تشتركوا في القناه مش مشتركين واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. لاف يو اول. سلام يا مستر.